الراديو 90 90 هواها مصري. ولسه مكملين مع الفنانة مايكا ستاب، لسه بنحتفل بألبومها. أنا لسه هنا وفي حاجة مهمة عديناها كده ما ينفعش نعديها، البوستر بتاع الألبوم والصورة بتاعت الألبوم. ايه بتشوفيها اول مره تشوفيها مثلا؟ اتفاجئتي دلوقتي مايكا ساب؟ لا انا بحب قوي اعيش اللحظه. ايه ده ثواني لما ابص عليها، ايه ده والله حلوه، الله شبهي. بص الباروكه انا اللي قصدت، انا اتخضيت ان بص انا اللي قصدت اللوك ده. اللوك ده لا جوزي قال لي اعمليه ولا انا بقلده ولا اي حاجه، والله ابدا، والله بريء يا بيه. يعني اي حد شاف البوستر قال دي كله قال كده، ما هو ده انا ببقى نفسي اخش ارد على كل واحد والله كاتب كده، بس بقول بقى هعمل ايه. بص يا مي، في حاجات يعني الست بتعملها بعد الجواز عادي، او يعني بعد الحب الحقيقي وكل ده ما بقاش لازم يقنعك خلاص. لا انت هتعملي كده خلاص. لا والله بص انا من الاول عارفه ان انا عامله مزيكا مختلفه تماما عني. فكنت حابه ان حتى اللوك بتاع الالبوم ما ينفعش يبقى شبه اللوك العادي يعني. فدايما البنات اللي بتغني الاغاني اللي شبه المزيكا التراب والنوع ده سريعه شويه بالشكل ده بيعملوا شعرهم حاجه اسمها دريد، حتى بيسموه دريد لوك. هو ده الدريد لوك. هتلاقي كل البنات اللي بيغنوا في امريكا وكده، مش يعني انا مش حافظه اسمائهم طبعا لان جهله في المواضيع دي. انت شفت ان ده يعني مناسب هو للشكل، هو ده ستايل المزيكا اللي انا عاملاه. هتلاقي اللي بيفهم قوي في نوع المزيكا دي مش هيستغرب شكلي، لكن طبعا اللي مش واخد على ان اللي مي عاملاه ده فالباروكه بالنسبه له مش حلوه، وبالنسبه له ان انا بقلد. بالنسبه لك اختيارات ما بين حاجه وحاجه مثلا ولا انت كنت مقتنعه ومقرره؟ حتى رامز وريته له اتخض، وبعد كده قلت له اصبر لما اخلصه هتشوف. اللي هو حسيت ان هو ده اكتر حاجة مناسبة. خلاص انا اخترت الصورة واخترته وجبت علاء اللي بيعمل الدريد لوك هنا في مصر وعملهولي وبس خلاص صورت. مين كلمك بعد الصورة؟ يعني مين لما شاف الصورة او الاوتدورز مثلا على كوبري اكتوبر مكلمك وقالك ايه ده في ايه؟ لا ناس كتير قوي يعني كانوا مبسوطين من حملة الاوت دور قوي، بس محدش علق على يعني محدش بيكلمني علق على شعري. تقبلوها بشكل اللي علق على شعري ده ممكن ناس من الفانز مش فاهمين ايه اللي انا عاملاه ده، فبالنسبة لهم دي بتقلد اوكا واحد مش عارفة كتب مش يعني. كان في ناس بتتريق كتير يعني، بس طبعا انا هو الكلام اللي بيحصل تريقة يعني. انت خدتي حظ كبير كده من الانتقادات بشكل عام في كل حاجة. متبلدة خلاص. انت بتتقبلي ده ازاي؟ مرحلة من التبلد يعني. ما بيفرقش معاك. في الاول كنت بزعل بتضايق وكده ويعني وبحس ان انا ما ينفعش ابقى حياتي مباحة للناس انها تتدخل فيها بالشكل ده او تنتقدني بالطريقة دي، فكنت بتضايق جدا جدا. وبعدين لقيت ان انا يعني مش هربي الناس من اول وجديد يعني. مش هقعد امسك بق كل واحد يعني، اصلك عشان تربي الجيل ده يعني اللي هو انا بقصد الناس بتحترم الاراء، لكن الحاجه فيها انا بقصد الناس اللي بتتكلم بطريقه مش كويسه او بتنقد بطريقه مش محترمه. عشان اربي ناس زي دي محتاجه اجيب اهاليهم اربيهم من اول وجديد الاول عشان يعرفوا يربوا عيالهم. فطبعا فانا اقنعت نفسي بده ان انت مش هتتعصبي من اي تعدي او اي شتيمه او حاجه. انا ليه اصلا ههتم بواحد هي دي طريقته في الحياه؟ ده غير ادمي، ده لا انسان ولا بيفهم في دين ولا بيفهم في اخلاق ولا اي حاجه، فانا ليه هعتب عليه اصلا؟ فعقاب الندل دايما بيكون اجتنابه. فبقيت اي حاجه بقى تحصل الا لما بلاقي بقى يعني تعدي سافر زي ما بيقولوا، فما بقدرش، بضطر ان انا في احيانا برد يعني. حد بيكتب لي كلام مثلا مش محترم برد وادخل في حاجه تعديها وحاجه لا في حاجه ما اقدرش، بلاقي نفسي تلقائي لا انت قليل الادب، لا انت مش مهذبه كده، بخش برد بقول كده.